الراجل ده معاق ومش قادر يشتغل. ناس كتير كانوا بيساعدوه بفلوس، لكن الراجل ده جمعية الأرمان قدرت توفر له طرف صناعي. بالطرف الصناعي وقف على رجليه واشتغل وقدر يكسب قوته بإيديه. الراجل ده الفلوس اللي أخدها خلصت ولسه بمد إيده. كفاية مساعدات نقدية بتروح، عايزين فرص عمل حقيقية بتدوم. شارك في مشروع أقفل قرية فقيرة في الصعيد، جمعية الأرمان. اتصل ب 19 4 55 يوصلك مندوبنا لحد باب البيت.